بسم الله. اخذنا احنا بالفيديو اللي قبل السمول سيجنال ديستربنس، واخذنا هاي القوانين تبعتها، اخذنا الناتشرال فريكوانسي والدامبنج ريشيو والدامبنج فريكوانسي والفريكوانسي اوسيليشن والسينكرونايزنج كوفيشنت، واتفقنا انه سمول ديستربنس لانه مقدار التغير بسيط جدا، يعني التشينج ان دلتا قريب الصفر. اما هسه بدنا ناخذ اللارج ديستربنس، حيث انه هنا الدلتا او التشينج ان دلتا يعني كبير شوي، يعني لا يساوي الصفر. طبعا بعد ما ناخذ احنا لها اشتقاق، هي بدوسيه صفحه 19 من الاستابيليتي، انه اشتقاقها حسب نظريه التو ايكوال اريا. بس احنا عشان لغايات الامتحان راح ناخذ مباشره القوانين اللي راح نحتاجها في التطبيق بالحل. اول قانون راح نحله، راح نعتمده، وهو انه الاريا واحد، المساحه الاولى اللي هي هون حسب المنحنى هذا، هاي الاريا، هاي راح تكون المساحه زي ما احنا بنعرف هي التكامل. هايو A1 بتساوي التكامل، هاي الاريا واحد نتذكرها كويس، هاي هذا، هاي المساحة، هاي المساحة بدي اكملها، بتكون تكامل بميكانيكا لحالها، ما في هاي المنحنى تحت، المساحة الواقعة تحت المستقيم تبع بميكانيكا، يعني بتكون تكامل بميكانيكا دوت دي دلتا من الزاوية دلتا زيرو أو دلتا نوت لدلتا كريتيكال حسب ما هو كان في المنحنى. أما المساحة الثانية راح تكون تكامل من دلتا كريتيكال لدلتا ماكس، تمام، راح تكون عبارة عن بي إي ناقص بي ميكانيكال، وبي إي شو اتفقنا اللي هي بي ماكس ساين الدلتا، فهيها بي ماكس ساين الدلتا ناقص بي ميكانيكال، تمام، من دلتا كريتيكال لدلتا ماكس، تمام. هيك بنكون اوجدنا اريا 1 واريا 2. طبعا هسه بدنا نشوف نوجد كيف نحسب الدلتا كريتيكال، دلتا او دلتا نوت، عارفين احنا كيف نوجدها، هي من حساباتنا بحالة الاوريجينال، يعني بحالة ما صار عطل عندي. هسه دلتا كريتيكال يساوي كوساين انفرس للباي ناقص 2 دلتا زيرو مضروبة بساين دلتا زيرو ناقص كوساين دلتا زيرو. هاي القانون هذا عندي، لازم ننتبه على شغلة صغيرة، ننتبه انه هون المشكلة راح تواجهني بالآلة الحاسبة. خلينا نتفق اتفاق انه احنا نضبط آلتنا الحاسبة على الديجري، يعني خليها عادي على الديجري زي باقي، يعني زي ما هي، ما نلعب فيها، ما نخليها ريدن، نخليها ديجري، تمام. هسه نخليها انت تضبطها على الديجري، كل اقتران مثلث اللي هو كوساين او ساين هذول الزاوية اللي جواتهن بدها تكون اجباري بالديجري، يعني هاي ديجري يكون ديجري، يعني انت لما تيجي تطلع دلتا زيرو تكون دلتا زيرو بتكون عندي بالديجري. هسا اما الزاوية او كل اشي خارج الاقتران المثلثي، مثلا زي الباي هاي وزي الدلتا هاي، بتكون بالريديان، تمام. يعني انا لما اجي اعمل حسابات لما اطلع الدلتا زيرو هاي بطلعها بالديجري وبحولها للريديان. كيف بدي احول انا من ديجري؟ من ديجري لراديان، الزاوية هاي الثيتا هاي بدي اضربها بباي على 180، يعني اللي هي الثيتا الزاوية مضروبة ب 3.14 على 180. هيك انا بحول الثيتا من ديجري لراديان، تمام.
يعني هون هاي الباي بتكون ايش؟ 3.14. خلينا نشوف التايم كريتيكال او بسموه التايم كليرنس، اللي هو الزمن يلي العطل عنده بينتهي، او خلص الزمن الاقصى لانتهاء هاي الديستيربنس. كيف بدي اوجدها؟ هيو تحت الجذر 2 اتش، الاتش هذا اللي هو اللي حكينا عنه الانيرشيا كونستنت، بيعتمد انا زي ما اتفقنا كيف نوجده، سواء كان ايكوفالنت او عادي. وهي عندي الدلتا كريتيكال، هاي قانونها قبل شوي، وننتبه هون الدلتا كريتيكال ناقص دلتا او، الثنتين بالراديان. ليش بالراديان؟ لانهن غير، مش يعني مش داخل اقتران مثلثي ساين او كوساين الى اخره، فانا عادي لازم يكون هون اجباري بالراديان. وعندي الباي باف بي ماكس بساين الدلتا، اللي هي نفسها اكتف باور، او اللي هي نفسها البي اي. يعني اذا كان بالسؤال معطيني بي اي مباشره بحطها هنا، لكن نفرق لا ننسى البي ماكس بكوساين الدلتا. هذا ايش هو؟ هي هذا اللي هو السينكرونايزنج كوفيشنت. فلا نخربط بيناتهم، هيك بنكون اخذنا قوانين وميزنا بين اللارج ديستيربنس والسمول ديستيربنس. صفحة 21 و22 في تلخيص لكل القوانين تبعت الاستابيليتي بهذا الشابتر. هاي معادلة السوينج اكويجن بالميجا وات بالبير يونت، اتفقنا شو الفرق بين هذول، انه الميجا وات بده يكون فيها اس، هاي ما فيها. الكوهيرنت ماشين، الاتش كونستنت، الاتش الانيرشيا كونستنت كيف بدي اطلعها، والنن كوهيرنت كيف بدي اطلعها. وعندي التشينج ان دلتا، اتفقنا انها نص الفا بتي تربيع، طبعا على اعتبار انه هاي التي ان سكند لا ننسى. وعندي الالفا اللي هو الاكسلريشن ان ار بي امبير سكند. شو حكينا بدنا نحول؟ بدنا نحول من الفا الكتريك ديجري بير سكند تربيع، بضربها ب 60 ضرب 1 على نمبر اوف بول 180، هيك بحولها لا ننسى. والروتر سبيد حكينا ان اس زائد الفا بالسايكل تايم، وهون السايكل تايم برضه بالسكند. والالفا هاي بتكون وحدتها ايش؟ ار بي ام على سكند، زي ما حكينا بنتاكد هاي ار بي ام بير سكند، مضروبه بسكند فبتصير كلها ار بي ام. والالفا هاي اذا كانت اكسلريشن بتكون موجبه، واذا كانت ديسلريشن بتكون سالب. وطبعا الاكتف باور اللي هو حكينا الاي بفي على اكس، الاكس هي الترانسفير رياكتنس، واتفقنا الاي هي جهد الارسال او جهد السندنج، والفي هو الاستقبال، والساين دلتا اللي هي دلتا هاي الباور انجل. الرياكتيف باور اي بفي على اكس، كوساين دلتا ناقص في تربيع على اكس. واتفقنا موضوع الرياكتنس هاي حكينا عنها، رياكتنس ترانسفير رياكتنس في رياكتنس. حكينا ننتبه انه اذا كانت عندي بالشكل او بالرسم التوصيلة ستار، لازم احولها لدلتا. بحولها لدلتا وبكون هاي عندي تكون عندي هاي هي الترانسفير رياكتنس، هاي المقاومة اللي هون بغض النظر رقمها 3 1 2، هي هاي اللي هون. وهنا هاي دول القوانين للتحويل من ستار لدلتا. شوف هون تذكير كمان، هذول القوانين اللي هسه شرحناهن قبل شوي بخصوص السمول ديستربنس واللارج ديستربنس، هذول بكل المطالب. يعني ايش ما هي قانون الاريا، طلب منك الاريا، اريا 1 اريا 2. طبعا هون هاي ما حكيناش عنها، انه الدلتا ماكس عشان اطلع الاريا الثانيه، دلتا ماكس شو حكينا؟ اللي هي باي ناقص دلتا نوت، تمام. طيب انا هون
ايه باي ناقص دلتا زيرو خلينا هسه نشوف الأمثلة. بسم الله، هسه راح نبلش بحل الأسئلة. هاي الأسئلة بجزء أسئلة السنوات والأمثلة المحلولة صفحة واحد. هاي أنا عندي هيك سؤال، خلينا نقرأه مع بعض. يعطيني راسم لي الرسمة وحكي لي إنه هاي جنريتر ترانسفورمر وتو لاين ان باراليل مع انفينيت بس. طبعا زي ما احنا عارفين انفينيت بس اللي هو اللي احنا بنستخدمه كريفرنس عندي، اللي هو دائما واحد بزاوية زيرو كجهد. وهي انا هون معطيني الاكس دي تبعت الجنريتر، الاكس دي تبعت الترانسفورمر، ومعطيني الممانعات لكل خط. طبعا هون هاي الخطين متساويات وقيمة كل واحد فيهن 8 بالعشرة جي. معطيني معلومة قديش ال H، ومعطيني ال D. ذاكرين هاي ال D؟ هاي حكينا تبعت الاهتزازات والآخرة. وهي معطيني قديش ال B إلكتريك بالبير يونت. ننتبه يعني ما دامها بالبير يونت إذا إيش؟ إذا راح يكون قانوني بدون S. وهي معطيني الفريكوانسي 60 هرتز، ومعطيني الاي جي تبعت الجنريتر هي هذا 1.25 بير يونت برضه، وطالب مني كالكوليت اوميجا ان ناتشورال فريكوانسي والزيتا والاوميجا دي والاف دي. خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. مبدئيا لازم انا بدي اطلع الدلتا نوت، هو هاي دلتا نوت. هاي كيف بدي اوجدها؟ بدي اوجدها من المعطى يلي عندي. انا شو في عندي اشي فيه دلتا او؟ يا اما اكتيف باور يا ري اكتيف باور عشان اطلع منها دلتا او. وانا معطيني البي الكتريك، البي الكتريك، البي اي. شو قانون البي اي حكينا؟ البي اي اللي هو ايش؟ اي في على اكس تي، الاكس ترانسفورمر، اكس الترانسفير رياكتنس مضروبه بالساين دلتا زيرو. قديش البي اي عندي؟ هي 0.77. هاي الاي اللي هي تبعت الجنريتر معطيني اياها 1.25، مضروبه بالفي، الفي تبعت الانفينيت بس اللي هي 1، على قديش الاكس؟ نيجي هاي الرسمه، الاكس ده تكون اللي هي تبعت الجنريتر والترانسفورمر وهذول الخطين ان باراليل. او بوينت 2 هاي تبعت الجنريتر، وعندي الترانسفورمر اللي هو 0.58 زائد 0.58 هذول الخطين مضروبات بساين الدلتا. تمام، فبنبسطها فبالأخير بدي يطلع معي ساين الدلتا دلتا زيرو بيطلع معي نص، أو مش نص تقريبا، بيطلع معي تقريبا هيك إلى آخره. عندي اللي هو 8 بالعشرة برا ال 8 بالعشرة اللي هي 0.4 تقريبا. المهم بدي آخذ أنا الدلتا. الدلتا شو بتساوي؟ هي الساين انفرس، عفوا، ده ال 0.47. فبتطلع معي هاي الدلتا بإيش؟ بالديجري. تمام، إذا بدي أحولها للراديان هي طلعت معي، بتطلع معي بالديجري اللي هي 27.8
أربعة تسعة ثمانية أربعة تسعة. إذا بدي إياها بال هاي هيك ديجري، إذا بدي إياها راديان تساوي هيك عندي، تسعة ضرب 3.14 على 180 شو بده يساوي عندي؟ يساوي عندي هو 0.48 6 8 1 4 تمام. هنا طلعنا الدلتا. هسا هو شو طالب كان منا؟ طالب منا الأوميجا إن، هاي أوميجا إن. الأوميجا إن شو كان قانونها؟ هو باي إف، باي إف مضروبة بالسنكرونايزنج كوفيشنت على اتش، طبعا تحت الجذر، يساوي هذا الحكي. احنا هاي باي 3.14 مضروب ب 60 هيرز مو 50، ننتبه لانه السؤال معطيني اياها 60 ضرب، ايوه بدنا السنكرونايزنج كوفيشن. كيف نطلعه؟ هاي على جنب، نحكي اس بي شو بده يساوي؟ بي ماكس ضرب كوساين الدلتا زيرو. بي ماكس شو بتساوي؟ هيا اي في على اكس ترانسفير اللي طلعناها مضروب كوساين قديش؟ قديش احط هون دلتا؟ احطها الديجري زي ما اتفقنا، لانه احنا ضابطين آلتنا الحاسبة على الديجري. هيا 27.8. طبعا انا بحساباتي خذوا بالبيرفكت الارقام، يعني خذوا حد اربع خانات، بس انا هون لتوضيح الفكره فقط لا غير. هون عندي الاي اللي هي واحد وربع، والفي واحد، والاكس ترانسفير هي نفسها، هذول بطلع معي الكوفيشنت هذا تقريبا 1.4581. هاي عم بضربها 1.4581 على قديش الاتش معطيني اياه؟ سؤال معطيني اياه 5.66 وهي تحت الجذر. هيك طلعنا الاوميجا ام اللي هي بتطلع معي 6.969 واللي هي راد بير سكند. طيب شو طالب مني بالفرع الثاني؟ طالب مني الفرع الثاني زيتا. هاي زيتا طالب. شو قانون زيتا؟ ايوه بسيط، دي على 2 جذر باي اف على اتش، وانا اس بي. اذا شو يساوي دي؟ معطيني اياها 15%، والاثنين هاي اثنين، وهاي الجذر الباي 3.14، وعندي الاف اللي هو 60، والاتش عندي اللي هي 5.66 مضروب السنكرايزنج كوفيشنت اللي طلعناه هو قديش كان؟ 1.45 تقريبا، تطلع معي 3.5841. هيك انا طلعتها. طلع عندي الاوميجا دي هي 3، اوميجا دي شو كان؟ الاوميجا دي هو الاوميجا ان 1 ناقص زيت تربيع. هو شو بيساوي عندي؟ قديش الأوميجا إن طلعناها؟ اللي هو طلعناها 6.969 تحت الجذر 1 ناقص 0.3584 تربيع.
بيطلع معي الأوميجا دي. أوميجا دي 6.506 برضو راد بير سكند. آخر إشي شو طالب مني؟ طالب مني الأف دي الفريكونسي. شو قانونه؟ هو أوميجا دي على 2 باي. أوميجا دي هيها 6.506 على 2 ضرب 3.14 يساوي 0.335 هاي هرتز. وهيك بكون حلينا السؤال. بدنا نشوف السؤال الثاني اللي هو صفحة 2. هو معطيني جنريتر وهاي عندي هاي امبيدنس امبيدنس وانفينيت بس، ومعطيني البي الكتريكال، ومعطيني الاتش كونستنت، وحاكي لي اف 3 فيز شورت سيركت ات جنريتر تيرمينال. صار على جنريتر تيرمينال. Find the critical clearing time. طالب ال T critical. خلينا نكتب قانون ال T critical عشان نبلش بآلية الحل. قانونه هو تحت الجذر طبعا 2H delta critical ناقص delta 0 على باي اف بي ماكس ساين دلتا. طبعا انا شو اللي عندي مش موجود؟ هاي وهاي. هذا يقول انه معنا انه يساوي بي اي. فاذا كيف بدنا نطلع مبدئيا؟ نبلش بالدلتا زيرو. كده لو جيت دلتا زيرو حكينا اتفقنا ان البي اي هاي بي اي شو قانونها؟ قلنا اي في على اكس ابساين الدلتا. قديش البي عندي؟ هي واحد بير يونت. بالاي قديش الاي؟ 1.1 مضروبة بواحد على شو الترانسفير رياكتنس؟ هو الممانعتين فيش غيرهم، هو 0.15 زائد 0.4 مضروبة بساين الدلتا زيرو. تطلع معنا ساين الدلتا زيرو يساوي نص. إذن قديش دلتا؟ ساين انفرس للنص قديش؟ هي 30 ديجري. طب هي هيك ديجري، وبالراديان اضربها حكينا ب 3.14 على 180 اللي هو بتطلع معنا 0.5236 راديان. ما يلا بدي اوجد هسه الدلتا كريتيكال. دلتا كريتيكال لها قانون لا ننسى، كوساين انفرس كوساين انفرس، ونفتح قوس كبير جوا هذا القوس لا ننسى باي ناقص 2 دلتا زيرو مضروب ب ساين دلتا زيرو ناقص كوساين دلتا زيرو. واتفقنا قلنا هاي راديان هاي راديان هاي ديجري هاي ديجري تمام. يعني هاي هاي كوساين الانفرس لا 3 بوينت هلا نزل قوس الأقواس مهمة 3.14 ناقص 2 ضرب هاي وهاي راديان 0.5236 وهي سكان القوس مضروب
بساين ساين قديش؟ 30 هو نص يعني، ناقص كوساين 30. مسكن طبق هاي على الآلة الحاسبة بيطلع معنا دلتا كريتيكال 79.61 ديجري. طيب بالريديان، لا كل شيء متعود من البداية طلعوا بالديجري والريديان. ليش؟ انه زي ما انت شايفين القانون زي هيك، مثلا هاي ريديان، فبطلعها مباشرة من اولها. كيف طلع؟ قلنا نضرب ب 3.14 على 180، تطلع هاي لما اضربها الدلتا كريتيكال تطلع 1.38 تقريبا، 3.88 راديان. فبنعوض هذا الحكي بالتي كريتيكال، هاي على القانون هذا، هاي معنا 2، والاتش اللي هي 4، والدلتا كريتيكال اللي هي الراديان، هاي خلينا نعوضهن. اثنين ضرب أربعة أربعة، الدلتا كريتيكال هي 1.388 ناقص دلتا او اللي هي قديش؟ 0.5. تقسيم 3.14 50. قديش البي ماكس بساين؟ ده حكينا البي اي، وقديش البي اي؟ هي 1. تمام، فبيطلع معنا هذا الحكي بالاو بوينت 99 سكند. وننتبه انه مرات بكون طالب مني مثلا، هون ما حدد لي مثلا، بس مرات بكون طالب مني ملي سكند مايكرو سكند، فعشان ايش ننتبه؟ بنحول من سكند مثلا لملي، ومن سكند لمايكرو سكند. خلينا نشوف السؤال اللي صفحة 5، هذا اللي عندي، خلينا نحله. السؤال معطيني جنريتر قديش الاي له طبعا بالبير يونت، وقديش الاكس دي له بالبير يونت، معطيني الاكس ترانسفورمر، ومعطيني مناعة الخط، ومعطيني هنا سويتش لايش؟ لكاباسيتنس. معطيني هون ترانسفورمر، معطيني موتور. فاحنا اتفقنا انه لما يكون عندي هاي الحالة اللي السويتش بتكون على الاغلب، بدنا ننتبه اذا قال لي closed او open. فبدنا نشوف هاي determine the steady state power limit. شو الستيدي ستيت باور؟ اللي هي البي ماكس، بي ماكس تمام، يا بيقولوا لها الماكسيموم باور يا ستيدي ستيت باور، with and without كاباسيتر. ها هون بصيغة ثانية اعطاني اياها، بده ترانسفير رياكتنس مع الكاباسيتنس وبدونها، يعني زي كأنه بيحكي لي مرة والسويتش مفتوح يعني بدونها، لأنه إذا كان السويتش مفتوح زي كأنه مش موجود اوبن سيركت، او كلوزد يعني معها. فبدي اضطر بهاي الحاله شو حكينا؟ نحول من ستار لدلتا. اذا خلينا نحل الحاله يلي هي 1 without، هي اسهل اشي without. خلينا نشوف، هو طالب المي ماكس، شو قانون البي ماكس؟ اي في على اكس
بس لحالها، مشان نخربط ونحط ساين الدلتا، هيك بتصير بي الكتريكال. تمام، خلينا نوجد الاكس هاي على الجانب. الاكس هاي على الجانب بتكون ايش؟ هاي بتكون عندي مدامها وذ اوت، تكون هاي زائد هاي زائد هاي هاي وهاي، يعني خمس ممانعات. هيا 4.8 زائد 4.1 زائد 4.2 هاي هون زائد 4.1 زائد 4.8، هذا تقريبا كله 2 بيطلع. إذا الـ B max تساوي الـ E بتعطيني إياها 1.2، والـ V بتعطيني إياها 1، والـ X هي هون 2. إذا قديش الـ B max without 0.6 تبعنا؟ وخلينا نشوف هسا الحالة الثانية with، أيوه وهون نتفق طالب هو with، يعني الدارة كده تصير كده تكون كالتالي. هاي عندي جنريتر أنا، وهي عندي ممانعته أنا، هاي ممانعة الترانسفورمر، هاي ممانعة اللاين، هاي الكاباسيتنس، بعد الكاباسيتنس في الترانسفورمر الثاني، بعد الثاني عندي الموتور، وهاي عندي أم. ونسكر. قديش الجنريتر؟ 0.8، هاي جي 0.1، هاي جي 0.2، هاي جي 0.1 8 والكباسيتنس قديش كانت قيمتها؟ 8 بالعشرة. ماينس جي اذا بدي اطلع بدي احولها لدلتا مبدئيا، او قبل ما احولها لدلتا خليني بدي ابسط شوي الموضوع، يعني بدي اجمع هذول كلهن واجمع هذول كلهن عشان يكون الموضوع شوي أسهل. كالتالي هدول اجمعهم 8 بالعشرة، 2 بالعشرة، 1، 1 بالعشرة، هدول 9 بالعشرة، هاي 0.8. فإحنا اتفقنا بدي اجي احول انا هسه، فهاي مثلا زد 3، هاي زد 1، وعندي وهاي ايش؟ هاي خليها 2، وهاي خليها 1. انا انو الترانسفير رياكتنس عندي زد 1، وما دام هو طالب بالسؤال، طالب عندي بس بده، يعني مو طالب اي شيء ثاني بيحتاج غير الترانسفير هاي الاكس، انا يكفي اني يعني اوجد زد 1. عشان احول هاي قديش تساوي زد 1؟ زد 1 بتساوي ايش؟ A ب بي زائد بي ب سي زائد سي ب A كلهم على المتعامد عليها. قديش متعامد عليها؟ اللي هي الكاباسيتنس هاي. تمام، خلينا نشوف زد 1 هاي جي 0.9
مضروب جي واحد بوينت واحد زائد جي 0.9 مضروب سالب جي 0.8 زائد 1.1 جي مضروب بسالب جي 0.8 كلها تقسيم قديش سالب جي 0.8 تمام. فبتطلع عندي زد واحد هي نفسها اكس ترانسفير يساوي عندي ال جي 0.7625 وهو طالب البي ماكس يساوي اي قديش الاي 1.2 والفي 1 قديش الترانسفير اي 0.7625 قديش ترانسفير 1.574 هيك عم نكون حسبنا without capacitance و with capacitance. نكمل هسه بنروح على سؤال 7 من الدوسية. سؤال معطيني الشكل التالي اللي هو عبارة عن جنريتر وانفينيت بس وتو ترانسميشن لاين ان بارلل، ومعطيني المعطيات الاي 1.2 بير يونت، ومعطيني ممانعة اكس 1 0.2 واكس 2 0.4، ومعطيني الفريكونسي 50 هرتز، ومعطيني الاتش للجنريتر 5 تمام، ومعطيني معلومة ان the system is operating in equilibrium with B input تساوي 1.5 بير يونت، وطالب the initial operating angle اللي هي دلتا نوت in electrical degree. اي هون طالبك بده اياها بالديجري، ما بده اياها بالراديان، طالب بالديجري بس. احنا مع هيك رح نطلعها كمان بالراديان لانه اكيد رح يعني رح نستخدمها. فاذا هي واحد طالب منا دلتا او، معطيني هون معلومه انه النظام في حاله اتزان. شو بستفيد من هاي المعلومه؟ بستفيد منها انه عندي البي اي بتساوي البي ميكانيكال تمام، هي تساوي اي في على اكس ساين الدلتا. قديش البي ميكانيكال قلنا؟ 1.5، 1.5 تساوي 0.2 ضرب بواحد على اكس. قديش الاكس؟ هاي الشكل. قديش الاكس؟ هي اكس دي تبعت الجنريتر زائد التو لاين ان باراليل، يعني زائد 0.2 زائد 0.4 بارلل مع .4 مضروب بساين الدلتا زيرو. بس هون عفوا نرجع نقرأ السؤال كمان مرة، معطيني هاي هون مش مبين كثير، معطيني الاكس دي بتساوي 2 بالعشرة، ومعطيني هون اكس 1 تساوي اكس 2 تساوي 4 بالعشرة، يعني هاي اكس 1 تساوي اكس 2 و4 بالعشرة. انا خربطت، ايش مشكلة؟ هون طبعا زي ما احنا عارفين 4 بالعشرة 4 تطلع 2 بالعشرة، يعني الخلاصة دلتا نوت تطلع عندي 30 ديجري. ايوه طيب
دلتا نوت بالريد، يعني حكينا نضرب 3.14 على 180 يطلع 0.5336 راديان. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني شو طالب منا؟ طالب منا the transfer power. هاي the transfer power when the two line are suddenly switched out. شو بنفهم؟ صارت هي حالة switching عندي. شو ال switching؟ طالع قايل لي إنه two line are suddenly out، يعني خلص فجأة بطل الترانزميشن لاين، الخطين بطلوا موجودات. يعني شو بفهم أنا من هذا الحكي؟ بفهم من هذا الحكي إنه أنا عندي أول شغلة اللي بفهمها إنه هون الممانعات عندي طارن، تمام؟ فما دام هذول الاثنتين طارن راح يتغير عندي شغلتين. الشغلة الأولى راح تتغير، راح تتغير ترانسفير الأكتنس، وراح تتغير إيش؟